زينب، خلينا نرحب مع مشاهدينا بعد ما تابعنا هالتقرير بضيفنا بالاستديو صاحب هالمشروع والانجاز اللي بنفتخر فيه، المهندس عبد الرحمن المصري، اللي تمكن من انجاز مشروع زراعي على سطح بناء يحقق انتاج مهم وبطرق اسهل من الزراعه التقليديه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. يا اهلا وسهلا، صباحك يا ميتها. يسعد صباحك. يعني مهندس مدني؟ ايه مهندس مدني. وعامل مشروع زراعي طبعا بعد بحث واستقصاء لتنجح هذا المشروع، خلينا اول شيء نعرف كيف بلشت عندك الفكره، وخبرنا 2018 لما كنت تنسال عن هالمشروع، يعني الفكره كانت قديمه وهلا اتطبقت؟ هلا هي بدايه الفكره هي موجوده بكل دول العالم برا، يعني مو انه هي فكره جديده ونحن اخترعناها، بس انا كنت عم حاول انقلها من برا لسوريا. الفكره بلشت معي لما كنت انا عم حاول ادور على مشروع بلشه بشكل شخصي، ما كنت عم اعتمد على سلك التوظيف اللي كلنا بنعرف مساوئه نوعا ما، وبنفس الوقت كان في قدام كثير خيارات، انه يا اما افتح شغلات تقليديه مثل محل دكان او محل البسه او اي شيء ثاني، او انه اتجه لشيء انتاجي، لشيء له اثر ملموس على ارض الواقع. ففكرت انه الغذاء هو الشيء الوحيد اللي مستحيل نحن نوقف عنه باي ظرف من الظروف، حاجه اساسيه بالضبط. فحاولت انه اتوسع اكثر بموضوع الزراعه، بال 2018 دورت على طرق ممكن اقدر بلش فيها بشكل شخصي وبتكاليف قليله نوعا ما، وبلشت عليها تجارب اللي هي الزراعه المائيه، بلشت عليها تجارب عندي بالبيت لحتى اثبتت انه هي فعلا لها انتاجيه جيده، وبلشت اطور فيها شوي شوي من 2018 لحد الان. يعني فينا نقول عامين من الشغل والتعب هو كان الهدف منه ايجاد فرصه عمل لتامن يمكن عيشك، وبنفس الوقت عملت مشروع ممكن يغير كثير ويحل مشاكل بخصوص الزراعه. خلينا نحكي عن الخطوات اللي مريت فيها، يعني نحن عم نقول من 2018 لل 2020 جربت، قلت لي اكثر من مره لحتى ضبط المشروع وكيف قدرت توسعه. تمام. هلا هي الخطوات تبع المشروع هي عباره عن اول شيء انه انا عملت نماذج صغيره مصغره عن المشروع، حاولت فيها انه اتاكد من النسب، قديش انا بدي احط اسمده، قديش بدي احط مي، قديش ميلانات الانابيبيه اللي انا بدي ساويها، لحتى اتاكدت تماما من هالامور. بلشت اتوسع شوي شوي حسب المصاري اللي كانت تجيني، اللي كنت اقدر امن فيها انه كبر شوي شوي. تمام. لحتى وصلت لمرحله انه قدرت ان انتج كميه من المواد، يعني تقريبا 100 شتله اللي هن كانوا خس او خيار، وقدرت يعني ذوق طعمتهم اللي كانت كثير ممتازه، وزعها على العالم اللي بعرفها لحتى انه يعني اخذ رايهم فيها. لما كان الموضوع مجدي انتقلت لمرحله ثانيه اللي هي انه بلش بشكل انتاجي ولو كان بسيط شوي. خلينا نحكي شوي كمان، بما انه حكينا نبذه تعريفيه عن المشروع، خلينا نحكي على الاستفاده من دراستك الاكاديميه بتنفيذ المشروع، وبالخطوات شو اهميه هيك مشاريع هلا بالوقت الحالي بسوريا؟ يعني نحن كلنا بنعرف انه سوريا بلد انتاجي زراعي، لكن كمان هي الافكار بضمن مدينه دمشق كثير شيء مهم. تمام. هلا بالناحيه الهندسه المدنيه انا استفدت اول شيء اني استثمرت منطقه هي نحن بالعاده ما بنستثمرها اللي هي الاسطح، الاسطح بالعاده بتكون يا اما فيها خزانات يا فيها ستلايتات، فمنظرها اول شيء بيكون مو كثير جيد، ثاني شيء بيكون فاضي يعني ما عم نستثمرها. هلا حاليا صار فينا نحن على سطح اي بنايه انه نستخدم هذا النموذج، ننتج انتاج يكفي اهل البنايه كلهم بحيث يكتفوا هن من غذائهم، هن يامنوا غذائهم لحالهم. الشغله الثانيه انه النموذج الخارجي للهيكل صممته بايدي، يعني الاطار الخارجي هلا تكلفته والله كانت يعني ماشي حالها مقارنه بالشيء المتوفر من المواد. هلا هي الطريقه في لها كثير فوائد، اهمها هي اهم فوائدها انه انا فيني استثمر مساحات كثير صغيره لحتى انتج انتاج كثير كبير. انه انا فيني انا بالارض العاديه، يعني لحتى نعطي مثال، بالارض العاديه نحن بنزرع 4 شتلات كل متر مربع، انا هون فيني ازرع تقريبا 20 شتله كل متر مربع، فهذا الرقم هو رقم كثير كبير مقارنة بالارض العادية. الشغلة الثانية انه انا فيني انه انا فيني ازرع باماكن مو هي زراعية، يعني اي مكان معرض للشمس، اي سطح معرض للشمس انا فيني ازرع فيه، فنحن ممكن نستصلح اي ارض غير زراعية بانه نزرع فيها. الشغلة المهمة كمان انه نحن هلا حاليا عم نعاني من فاقد مياه، فهي الطريقة بتوفر مياه بنسبة كثير كبيرة، لانه انا في عندي الدورة مغلقة، المي بتطلع من الخزانات بتمر على الشتلات بترجع مرة ثانية على الخزانات، فانا ما في عندي ابدا ضياع بالمي. ونفس الشيء انا الاسمده بحطها بالكميه اللي بدي اياها النبات تماما، ما في عندي هدر، ما في عندي شيء عم يضيع بالارض.
طيب خلينا نحكي معك، عملت ايضا على الزراعه المائيه اللي هي يمكن بتوفر اكثر على الزراعه التقليديه، خلينا نحكي عنها، كيف قدرت تستثمرها بطريقه صحيحه وطريقه التوفير كيف تكون فعلا افضل؟ يعني احنا عم نحكي عن متر مربع، يعني شفنا المعادله قديش فعليا فرقت، قديش فيني استثمرها. تمام. هلا هي فكره المساحه انه انا فيني ازرع على عده طوابق، انا ما عدت انا ملزم ان ازرع على طابق واحد او على الارض، انا صار فيني ازرع عده طوابق فوق بعضهم، فهذا الشيء بيخليني انه يعني ازرع بشكل راسي، شكل شاقولي مو شكل افقي، فانا بستفيد من المساحه قد ما فيني. بنفس الوقت كمان انا بخفف كثير جهد من الشغلات اللي كان يتعذب فيها المزارع العادي بالعاده، اللي هي مثلا حراسه الارض ولا رعايتها ولا اي شيء، انا صار عندي اول ما يتم انشاء النموذج لما تنتهي حياه الشتله بس انا بقيمها من الكاسه وبرجع بحط الشتله الثانيه، وبكون هي يعني هي اصعب شغله ممكن انا اساويها بهذا النظام. طيب خلينا نحكي اول شيء شو زرعت، شو الممكن انه ينزرع وينجح بهيك مشاريع، وقد ايه كبر قلبك لما شفت مواقع التواصل الاجتماعي والناس فخوره بهي الفكره اللي يمكن قلت لنا مو هي فكره جديده لكن كان بدها الجرأه للتنفيذ. تمام. هلا هي المزروعات بهي الطريقه فينا نقول ان كل شيء اساسي على المائده السوريه، يعني الخيار، البندوره، الكوسه، الفليفله، البيتنجان، كل شيء على الشجريات، بما انه هي الطريقه ما فينا نحن نحط فيها شجره. فانا جربت الخس، الخس كثير كان جيد، جربت الخيار كمان الخيار كان جيد، جربت نبات زينه اللي هي مثل الريحان، مثل اي نبات زينه ممكن يطلع معنا، المهم يكون ورقي. بصراحة لما شفت أنا الانتشار على الفيس يعني أنا انبسطت نوعا ما أنه إيه يعني في العالم بلشت تنتشر هي الثقافة، بس أكيد هذا كله الانتشار يعني ما حيكون له جدوى إذا ما كان في شيء ملموس على أرض الواقع أنه نقدر نطبقه نقدر نتوسع فيه. ما بدي أسألك عنه لما يعني هي التجربة عم نشوف مثال بسيط قمت فيه حضرتك، لو بنقدر نوسع على هي التجربة بتتعمم قديش فعلا نحن بنقدر نستفاد منها، فينا نأمن غذائنا الشخصي وبنفس الوقت نستغل المساحة اللي على الأسطح بتصير مساحة جمالية، يعني هذا المنظر اللي مش محبوب يصير كمان في لمسة خضراء وحلوة. تمام. هلا نحن بس عم نحكي عن الأسطح، عم نحكي عن اكتفاء ذاتي لبناية، اما لما نحكي عن مساحات فنحن عم نحكي عن كميات كثير كبيره بمساحات صغيره. يعني هي الكميات ممكن ترخص لي، يا اما ترخص لي كثير من سعر السوق الحالي اللي نحن عم نلاحظ انه هو عم يتزايد، يا من سعر المواد الخضار، يا اما انا صار بقدر اصدر وانا برتاح لانه صار عندي كميه، صار عندي فائض، فانا صار فيني اصدر بكميات كثير كبيره. طبعا هذا الشيء خارج برا موجود بمساحات كثير كبيره بسبب جدوال الاقتصاديه العاليه. يعني بعد ما اخذ هالمشروع صدى، خلينا نحكي عند الشعب السوري بشكل عام، نحن بنتمنى كمان ياخذ صدى عند الجهات الحكوميه للاستثمار هي المساحات بشيء زراعي. شو بتحب تقول هيك بالختام لكل شاب سوري عنده افكار يمكن ما عنده جرأه لتنفيذها، وخاصه اللي يمكن مطلع على عده ثقافات ثانيه؟ هلا انا والله بالبدايه يعني كنت انه شغلاتي كانت عم خططها انه ايه بعد كذا حاوصل لهالمرحله، بعد كذا حاوصل للمرحله، ايه ما يعني كنت احس انه لا صعب اوصل لهون، بس لا الحمد لله يعني ضليت يعني كثير فشلت لحتى وصلت لهون، كثير تعبت لحتى وصلت لهون، والحمد لله يعني انه عم حاول قد ما فيني لسه اوصل لمرحله ابعد اقدر فيها اكون منتج فعلي على ارض الواقع. بس اذا بدنا فعلا نعمم هي الفكره على مثلا الابنيه او الناس المحيطه، بدها مختصين مشان التربه، نسبه السماد، يعني بدها لازم يكون مشرف على هذا المشروع. هلا اكيد، بس هي الفكره انه المشرف بيقدر يشرف على كذا مشروع، يعني هو ما حيضل طول النهار بالموقع، يعني انا فيني شخص واحد يقدر يشرف على كذا عماره وكذا بنايه، وبالتالي انا عمالتها هي بشكل عام عمالتها كثير قليله، يعني هي بحاجه بس وقت القطاف، انه بدها عماله تساعد بس وقت القطاف وبس وقت الزرع، اما خلال مثلا الموسم اللي هو شهرين او ثلاثه بس بده يكون متابعه مو اكثر من شخص واحد بكفي. نعم. شو اخر شيء بدك تزرعه هلا عم تجرب تزرعه بشكل سريع؟ هلا حاليا انا بزرع خيار والموسم اللي بعده ان شاء الله فريز. ان شاء الله ان شاء الله هيك بأثمره هيك خير وينجح المشروع بشكل كامل. شكرا لوجودك معنا. شكرا. ونحن بنفتخر بشاب سوري مثلك يمكن نفذ فكره وكان عنده الجراه هيك والاراده حتى فعلا ينجح هذا المشروع، وخاصه الشيء الزراعي مثل ما قلنا اللي بيختص بالزراعه، ومثل ما بنعرف انه هذا المشروع مشروع يعني خلينا نقوله استثمار مثل ما قلت، ممكن الناس فعلا
من خلال انه يكون عندها اكتفاء ذاتي بما يخص الزراعه. شكرا لوجودك. شكرا كثير. بدنا نشكرك المهندس عبد الرحمن المصري على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك، وفعلا نحن دائما فخورين بجميع الشباب السوري اللي عنده طموح كثير كبير ومشاريع مهمه يعني الى انجاز على ارض الواقع بتفيد البلد. شكرا كثير لك. شكرا لك.